الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليما كثيرا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد وزير الدفاع، السيد رئيس الأركان المشتركة، السيد والي ولاية القضارف، السيد وزير وزارة التنمية الاجتماعية، السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، السيد وزير الدولة بوزارة الاتصالات، السيد مدير عام الشرطة، السيد الدكتور نافع علي نافع، السيد نائب رئيس الأركان المشتركة، السيد المفتش العام للقوات المسلحة، السادة رؤساء هيئة القوات الرئيسة ونوابهم ومساعديهم، السادة رئيس هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني، السادة مدراء إدارات وقادة الوحدات، السادة القادة السابقين والمنسقين قوات الدفاع الشعبي، الأخوات الفضليات المجاهدات الكريمات، الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا الصباح الأغر باسم قوات الدفاع الشعبي قيادة وتنسيقا وقادة سابقين وكل المجاهدين والمجاهدات من الشهداء والجرحى وأسرهم. ونحن نأتمر اليوم تقييما وتقويما لعام مضى واستشرافا لعام جديد. السيد الرئيس، السادة الضيوف الكرام، لن نمل التكرار والتأكيد على أننا الابن البار الأكبر للأب الصالح القوات المسلحة، حامي حمى الوطن، أرضه وترابه، شعبه ومكتسباته ودستوره، ونعمل تحت إمرتها ورعايتها بتوجيه السيد وزير الدفاع والسيد رئيس الأركان المشتركة، وبرعاية كريمة من السيد رئيس الأركان القوات الرئيسة تنفيذا لموجهات العمليات والتدريب كاملة غير منقوصة. السيد الرئيس، السادة الحضور، إن لم يكن لثورة الإنقاذ الوطني حسنة على هذه البلاد وهذه الأمة فيكفيها فخرا أنها أحيت فريضة غائبة، فريضة الجهاد، وسنة مندثرة بإنشاء هذه المؤسسة الدفاع الشعبي، فالداخل إليها تم اصطفاؤه اصطفاء، والخارج منها شهيدا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو منتصرا لعزة الله والدين والوطن. فالجهاد كما معلوم هو الجهد والمشقة، وهو البذل والتضحية، وهو التعب والنصب. فالصحابة رضوان الله عليهم جاعوا وحوصروا وضيق عليهم، وكان بينهم المخلصين والمنافقين والمخزلين أيضا واليهود، وفي وضع صبرهم وجهادهم نحن اليوم نرفل في نعيم الإسلام وعزته. وفي هذه الأيام سيد الرئيس، هذه الأيام يبتلي الله تعالى هذه الدولة وهذه البلاد بما ابتلى به صحابته، صحابة رسوله الكريم، من ضيق وشح في الأموال وحصار بمختلف أنواعه. ونحن إخوتك المجاهدين سيد الرئيس لا يقولون لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول لك إن إخوتك المجاهدين كما عهدتهم رجال حارة بإذن الله، بل ودعاة سلام، وناس نفير، وناس نهضة، وناس سد فرقة بإذن الله. وهم سيد الرئيس ناس لسد الفرقة، بنسد الفرقة نحن في الزراعة يا سيادتك، وفي الفرقة في الإنتاج، وبنسد الفرقة في الحفاظ على شباب هذه الأمة، ودعما لمشاريع الدولة المتمثلة في جمع السلاح ومحو الأمية ومحاربة المخدرات والتهريب والإتجار بالبشر والإنسان في العودة الطوعية. ونحن بنسد الفرقة لأنه فينا الطالب والمهندس والطبيب والمزارع والحداد والبنا والعامل. فقد عاهدناك سيد الرئيس
وعلى عهدنا باغون، وبايعناك والبيع ما زالت في عناقنا، وشعارنا عهد لله نبايعك جندا لله وأنصارا، عهد لله نبايعك جندا لله وأنصارا. فنفرتنا اليوم سيد الرئيس لأهل الجهاد من لدن الأهوال والخرساء والقعقاع وعبيد ختم والقوات الخاصة وكل المجاهدين نعلنها اليوم هيعة لتوحيد الصف وحزا للشباب من الانزلاق وراء المجهول، فهم أعظم مورد وضمان للمستقبل، بل كل المستقبل بإذن الله. وكما جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحابه بكرائم أموالهم، ندعو إخواننا اليوم لإحياء سنة الإنفاق دعما لاقتصاد الدولة حتى لا تسقط هذه الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن تسقط ولم تسقط ولن تسقط إن شاء الله. نحن معك سيدي الرئيس، نحن معك ندفع بعجلة الاقتصاد والزراعة، وقد تحقق في ذلك ما يسر بالك ويسرج صدرك، ولنا جولة قريبة إن شاء الله في مجالات أخرى في التعدين وغيره، صونا له من التهريب وزيادة في إنتاج هذه الثروة بإذن الله تعالى. نحن معك سيد الرئيس حربا على الفساد وضمانا لسيادة القانون ومحاسبة المخطئين في حق العباد والبلاد أمام الرأي العام، تعطيدا لثقة هذه الأمة في قيادتها وفي دولتها إن شاء الله. وختاما نقول لك سيد الرئيس، إننا على العهد باقون، لن تلين لنا قناة ولن يغمض لنا جف حتى نحقق ما يتصبو إليه هذه الأمة وهذا الشعب الأبي الكريم تحقيقا لتطلعاته في الأمن والسلام والرخاء والعيش الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليعد للدين مجده، فليعد للدين عزه، أو ترخ كل الدماء. الحمد لله، الحمد لله عدد خلقه في السماء، والحمد لله عدد خلقه في الأرض، والحمد لله عدد خلقه بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والقائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والقائل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين القائل: الجهاد سنة ماضية إلى يوم القيامة. والرضوان على أصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته وسلك نهجه إلى يوم الدين. التحيات الزاكيات المباركات لأرواح الشهداء الكرام الذين حملوا الراية وعبدوا الطريق حتى نالوا الدرجات العلى، والتحيات لأهلهم وذويهم من الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات والأخوان والأخوات، والتحيات للجرحى والمصابين الذين كلموا في سبيل الله وعزاؤهم أنهم يبعثون وجراحهم بلون الدم وريح المسك. والتحية والترحاب والسلام عليك فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير المجاهدين. والتحية لك السيد وزير الدفاع الفريق والركن عوض محمد أحمد بن عوف. والتحية لك سعادة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي. والتحية للإخوة السادة
ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين والولايين ووزراء الدولة. والتحية لكم الإخوة قادة القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع. والتحية لك أخي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني. والتحية لمعتمد المحليات وغدام المحاربين وأسر الشهداء والمنسقين السابقين والسادة مدراء المنظمات والهيئات والطلاب والخدمة المدنية والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والمرأة ورموز المجاهدين والمصابين والجرحى. والتحية لكم الحضور الكريم كل من حضر هذا اللقاء، والتحية لمن حبسه العذر. أخي الكريم سعادة الرئيس، لقد كان عام 2018 عاماً حافلاً بالإنجازات في محاور الدفاع الشعبي الثلاث: المدني والعسكري والإداري. ولقد كانت توجيهاتكم في فبراير من العام الماضي الدافع لمزيد من الإنجاز وترتيب الأولويات. وتحدثاً بنعمة الله تعالى، فقد استطعنا في مجال الإسناد المدني تكوين كتائب الإسناد المدني التي نفذت برامج وأنشطة متعددة في محاور النفرة والإغاثة وفي المجالات الصحية والكوارث الطبيعية، وإظهار مضامين العمل الطوعي من خلال برامج النفير والنجدة المتمثل في غوافل المرأة والغوافل المتخصصة والشاملة التي سارت على حسب الخطة الموضوعة لها دعوية وثقافية واجتماعية، كما استجابت لدواعي الطوارئ في المركز والولايات. أما الإعلام فقد ركزنا بحمد الله سبحانه وتعالى على الانتباه الوطني ومحاربة عمليات التأثير الفكري والاستلاب الثقافي عبر الوسائط الإلكترونية من خلال التواجد الفعلي في هذه الوسائط، وضحدا للشائعات وتبيينا للحقائق، وتعضيد مفهوم الأمن القومي الشامل، وتوجيه الشباب بفهم الاستهداف الفكري، وقيادة حوار بناء من خلال الوسائط الإلكترونية المختلفة. كما عملنا على تعزيز ثقافة التواصل المجتمعي بين شتى قطاعات المجتمع، مستهدفين قيادات ورموز المجاهدين عبر جلسات الصفاء والزيارات واللقاءات وزيارات أسر الشهداء. لقد عملنا على توثيق التجربة الجهادية بحمد الله سبحانه وتعالى، وحفظ الموروث الثقافي الجهادي بوصفه ميراث أمة لتمليكه للأجيال القادمة. كما صاحب هذا العام عام 2018 كعام أساس للمشروعات الإنتاجية والاستيعابية توسع أفقي ورأسي في المشاريع الزراعية والصمغ العربي، مما مكن جمعيات المجاهدين التي انتظمت كافة ولاية السودان بزراعة 90,000 فدان وإنتاج حوالي 400,000 جوال من محاصيل الأمن الغذائي والاقتصادي، واستوعبت أكثر من 44,000 مجاهد. وقد تم بحمد الله تكوين إدارة المشروعات الإنتاجية والاستيعابية ووضعت خطتها للعام 2019. أما في المجال العسكري فقد كان التدريب المتنوع أساسي وتنشيطي ومتقدم ومتخصص على مستوى المركز والولايات، وذلك تجديدا للدماء ورفدا للمؤسسة بعناصر جديدة، وتأكيدا للجاهزية لإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، حيث تم تدريب 37,423 مجاهد ومجاهدة. كما التزمت المؤسسة بتوجيهات وزير الدفاع في عدد 13 ولاية باستنفار عدد 20,450 مجاهدا مشاركين الأجهزة العسكرية والأمنية في تأمين الحدود والموسم الزراعي وتأمين الطرق والمواقع الاستراتيجية. أما في مجال الإسناد الإداري
أما في مجال الإسناد الإداري فقد تم تغييم وتقويم الأداء عبر الطوافات الدورية والمؤتمرات الربعية، كما تم تهيئة بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب الداخلي والخارجي، والذي استفاد منه 623 مجاهداً في 23 دورة داخلية وثلاثة خارجية. وعملنا على اكتمال الربط الشبكي بين المركز والولايات تطويراً للعمل الإداري والمالي مع الحوسبة المالية والإدارية، كما تم رعاية الهيكل العامل عبر الصندوق الاجتماعي والمؤسسة التعاونية والتأمين الطبي، كما عملنا على إخفاء حسابات 2018 وإعداد القوائم المالية وتسليمها لديوان المراجعة العام. ونحن نستشرف عاماً جديداً عام 2019 آلينا على أنفسنا أن نلتزم بالخطة الاستراتيجية 2016-2020 وأولوياتها حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الدفاع، وأن نستمر في التدريب العسكري في المركز والولايات تجديداً للدماء وتعزيزاً للانتماء، ونتطلع إلى أدوار أكبر للاستنفار المحلي في بناء السلام ورتق النسيج الاجتماعي وتأمين المواسم الزراعية والحدود والطرق ومكافحة التهريب، كما نعمل على تقييم وتقويم الأداء عبر الطواف الدوري والمؤتمرات، وندعم تطوير المشاريع الإنتاجية والاستيعابية خدمة للمجاهدين ودعم للإنتاج. سعادة الرئيس، نعلن جاهزيتنا لتنفيذ الخطة المطروحة واستعدادنا لمزيد من الأدوار، فرم بنا حيث شئت، فالمجاهدون صبر وصدق ووفاء وجاهزية، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده. البشاير جات بالعزة والفرحة، الليل البشاير جات.
يقدمها الأخ الكريم بالإضافة إلى المنسق العام وسيد القائد الأخ أبو بكر عبد الله منسق القوات الخاصة. باسم القابضين على جمر القضية من أسر الشهداء والجرحى والمجاهدين، نعاهدكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره طاعة لله عز وجل. نعاهدكم على الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. نعاهدكم على الصبر والطاعة والثبات والفداء والإنتاج. معاولنا جاهزة وخيولنا مسرجة وبنادقنا مشرعة حماية للدين والعرض والأرض بناء وفداء. فامض بنا على بركة الله حيث شئت أميرا للمجاهدين رئيسا للبلاد، ولن تجد منا إلا ما تقر به عينك وينشرح له صدرك. ونشهد الله على هذا التواثق والله خير الشاهدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي لله، هي لله، لا للسلطة ولا للجاه. الله أكبر. وإن جيت للبشير حرم رجالة وعزة، لا أوكان بخوفوا لا ساعات تهتزة. الزيك بيسلموا لو رجف أو فزة، سيف النصر أزعلوا كاب بيعشق عزة. ما شفنا الصقر بيخاف فريخ الوزة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الأعزاء، أن نلتقي مرة ثانية في عرش المجاهدين، نلتقي ونحن إن شاء الله كلنا على العهد ثابتين، لم نغير ولن نغير، لم نتبدل ولن نتبدل إن شاء الله. لأن الواحد لما يجي الموقع ده، وكل مرة أنا بقول الكلام ده بتمر به ذكريات، ذكريات أخواننا اللي بنلتقي بهم هنا وبنودعهم ونتعاهد معاهم وهم متوجهين لمناطق العمليات، عهدا معاهم أنه نحن على هذا النهج إن شاء الله ثابتين وماضين. ده عهد مع أخواننا شهداء اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لأن الشهادة اصطفاء واختيار، هون خيرنا جميعا. ولكن لنا نؤكد أنهم مضوا إلى الله صادقين، ونحن من خلفهم إن شاء الله قابضين على الجمر، متمسكين بعهدنا معهم، متطلعين إن شاء الله إلى لقائهم، ونعرف أنهم في جنات عليا، وعشان نصل إليهم لازم نكون على دربهم إن شاء الله. ولأجل عزة الإسلام والسودان كنت مرابطا دوما على خط الفداء. عجبت لوجهك غازفات الروح حين ملكت تستبق الحياة، ومنحت روحك وتشربت مهابة الدين والكرامة والإباء. فبنلتقي اليوم ونحن في عرين المجاهدين، نجتمع اليوم ونحمد الله في عرين المجاهدين عشان نحتفل مع أخوان الدفاع الشعبي في عيدهم السنوي. والدفاع الشعبي زي ما قلنا دائما هو ابن الإنغاز البكر، والدفاع الشعبي هي حقيقة المؤسسة الجهادية والتربوية، وأضيفت لها مهام أخرى ذكر الأخ المنسق العام في إنجازات العام الماضي. نحن بنحمد الله سبحانه وتعالى أن قيام الدفاع الشعبي كان توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أنجز الدفاع الشعبي
منذ تكوينه حتى الآن يؤكد أنه والله ده كان قرار موفق وصائب وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن نؤكد اليوم ونحن في بدايات العام 2019 أنه عام 2019 هو عام السلام، هو عام إسكات البندقية في السودان وبصورة دائمة إن شاء الله. لكن ده لا يعني أنه ينتهى أو حينتهي دور الدفاع الشعبي. دور الدفاع الشعبي هي مؤسسة جهادية، فبالتالي هي مؤسسة تربوية، هي مؤسسة خدمية، هي مؤسسة دعوية، هي مؤسسة اجتماعية، هي مؤسسة تخدم الشعب السوداني في كل مجالاته. إذا كان دورنا الأول هو كان الحكاية القتال بالبندقية والسنان، ما عشان نكتل الناس ولا عشان ننتصر على حركة شعبية أو متمردة، وإنما القتال كان من أجل السلام وتحقيق السلام. واليوم إحنا نتكلم عن إكمال السلام وتثبيت السلام، والدفاع الشعبي له دور رائد في تثبيت السلام وبناء السلام، لأنه ما تحقق من سلام واحتفال أخواننا يا جماعة في الطرف الآخر. لما أنا أعلنت وقف إطلاق النار الدائم، احتفال يدل على أنه الآن في إرادة قوية للسلام، فنحن نتيز هذه الفرصة في أنه فعلا نكمل عملية السلام، وأنه ده يكون عمل السلام وزي ما قلت إسكات البندقية في السودان بصورة نهائية إن شاء الله. السلام يحتاج إلى كثير من المجاهدات، زي ما القتال عايز مجاهدة فالسلام عايز جهاد. والسلام ودي مرحلة يا جماعة أصعب، لأن السلام اللي بيتحقق ده تحقق بعد مجاهدات وبعد شهداء ودماء وأرواح ونزوح ولجوء وكثير جدا. والقتال كله يا جماعة هو مظالم وهو كره لكل المقاتلين في كل أطراف. عشان كده نحن برنامجنا وبرنامجكم هو تثبيت السلام وتمكين السلام، بأول حاجة التوجه إلى مناطق العمليات السابقة ليس الآن بالبندقية، وإنما بأدوات وبرامج أخرى تختلف تماما لكن تؤدي نفس الهدف ونفس المرامي، أنه نحن عايزين نقنع أخواننا في الطرف الآخر جدوى السلام وفائدة السلام. فبالتالي عندنا مهام كثيرة جدا. أول حاجة لما أتكلم عن كتائب الإسناد، والبعض اللي بيفكر يحاول يحوروها أن هي كتائب قتال، نعم هي كتائب جهادية، لكن المرة دي كتائب تعليم، عشان ما نصين المدارس ونأسس المدارس ونبني المدارس ونصد الفرقة في النقص في المعلمين في مناطق العمليات. هي كتائب صحية عشان نبني المؤسسات العلاجية ومن مختلف المستويات، الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، ونكمل الكادر فيها ونقدم الكوادر التقدم الخدمات العلاجية والطبية والتوعوية لأناسنا في مناطق العمليات. هي كتائب دعوية عشان أيضا نبني الإنسان. الإنسان لازم نبنيه على خلق وأخلاق ودين، لأنه يا جماعة الإنسان أهلنا قالوا الماعب خاف الله خاف منه. فهي كتائب دعوية إن شاء الله. فهي كتائب إنتاجية، لأنه يا جماعة إحنا عايزين نحول المقاتلين والنازحين واللاجئين اللي بيجوا راجعين نحول إلى عناصر منتجة. ما عايزين نقعدهم في معسكرات، ما عايزين نخلوا يتلقوا إغاثة، لأنه الإنسان السوداني أكرم من أنه يقعد في معسكرات لجوء أو نازحين ويتلقى الإغاثة. ونحن بلد خير كثير، نحن اللي بيجونا الناس من أطراف الدنيا في سنين الجفاف، وبنستوعبهم وبنأكلهم وبنعينهم وبنأويهم، ما بنقول لهم لا. فمن باب أولى أنه أهلنا أولى بالخدمة دي يا جماعة. فالدفاع الشعبي يجب أن نصمم برامج على كل هذه البرامج. تحدثت في العام الماضي عن الكتائب الإلكترونية وعن الحرب النفسية، واليوم نحن حقيقة بنعاني معاناة حقيقية اللي أثرت في كثير جدا من شبابنا. عايزين برامج تصمم للشباب. شباب لما استنفرناهم للجهاد ما قصروا، جونا وجونا بأهلهم وأماتهم معهم وأبواتهم معهم في العريش المنطقة دي هنا، ده
حشجعوهم ودفعوهم لمناطق العمليات. فنفس الشباب اللي استنفرناهم للقتال نحن نستنفرهم إن شاء الله لعمل إيجابي من أجل البلد ومن أجل الوطن ومن أجل أهلهم إن شاء الله. نحميهم من التدخلات الخارجية، من التأثير السالب، نستخدم نفس الوسائط اللي بتصادم الآن للهدم نستخدمها للبناء، بناء الشخصية السودانية، بناء الوطن السوداني، لربط النسيج وتمتين النسيج الاجتماعي في السودان. عايزين يا جماعة نحن حقيقة نقول نحن الآن نعمل نفرة، نفير في أنه نحن نستهدف شبابنا إن شاء الله، لأنه الأمة إذا عايز تشوف مستقبلها مستقبلها في شبابها. أينما تجد الشباب ده مستقبل الأمة، ده رصيدنا وديل أبنانا وديل فرز أكبادنا وديل دخرينا لليوم الصعب، هون شبابنا ديل يجب أنه نحن نعتني بهم وإن شاء الله نبنيهم ونعدهم زي ما عديناه للجهاد، نعدهم إن شاء الله أبناء صالحين ومواطنين صالحين لبناء هذا الوطن. التحية اليوم لكل المجاهدين في القوات المسلحة، قوات الشرطة، الأمن، الدعم السريع، المجاهدين والمجاهدات في كل موقع من مواقع. التحية لكل من حمل السلاح دفاعا عن هذه البلد. التحية للشهداء وأسر الشهداء وأبناء الشهداء وزوجات الشهداء وأخوان الشهداء ورفقاء الشهداء. نسأل الله سبحانه أن يحفظها جميعا وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إن شاء الله. والتحية لكم وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير والبلد بخير والمجاهدين بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والرسول قدوة واليمين عدة والإله ناصرة في حماك ربنا في سبيل ديننا لا يروعنا الفناء فتولى نصرنا فتولى نصرنا واهدنا إلى السنن نحن عصبة الإله دينه لنا وطن نحن جند المصطفى نستخف بالمحن نحن عصبة الإله دينه لنا وطن نحن جند المصطفى نستخف بالمحن ولنا الكتاب جاء نهجه والسنن فلنعيش على هدى سادة أعزة سادة أعزة أو نموت له فدا الكفوف في الكفوف فشهدوه عهدنا الثبات في الصفوف والمضار والفناء والمئات والألوف فدية لديننا وعلى شفا السيوف فاستردت مجدنا الكفوف في الكفوف فشهدوه عهدنا والمئات والألوف فدية لديننا وعلى شفا السيوف فاستردت بالكتاب شرعة والرسول غدوة واليقين عدة والإله نصرة